السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان عرضنا فرصة وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام، وكانت الفرصة مقدمة أو التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا، وكانت شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ كده على بركة الله ونتكلم عن المنحة بتاعت النهاردة. هي منحة حكومة بولندا، تمام؟ طبعا في ناس كتير جدا ما تعرفش عن المنحة دي، والمنحة دي مش مشهورة، ولكن يعني عدم شهرة المنحة دي حاجة كويسة جدا لأن هيزود من فرصة القبول، بالإضافة كمان إنها منحة في دولة أوروبية وبها مميزات كتير جدا. خلينا نتعرف على التفاصيل. الدولة هي بولندا وهي دولة في الاتحاد الأوروبي. الجهة المانحة هي Government of Poland Lukas Fis Scholarship، تمام؟ دي الجهة المانحة أو بشكل عام ممكن نقول اسم المنحة. المرحلة الدراسية المتاح ليها المنحة دي، المنحة دي متاحة لدراسة الماجستير فقط، يعني لو حضرتك في آخر سنة من البكالوريوس تقدر تقدم، لو حضرتك خلصت البكالوريوس وعايز تدرس الماستر تقدر تقدم، إنما لو عايز تدرس بكالوريوس أو المرحلة الجامعية أو الليسانس غير متاح في هذه المنحة، تمام؟ التمويل بقى بتاع الفرصة دي، الفرصة دي بتشمل حاجات كتيرة جدا. أول حاجة رسوم الدراسة بالمجان، حضرتك مش تدفع أي حاجة خالص، يعني كل الرسوم الدراسية عليهم. كمان هتاخد مرتب شهري 433 دولار، تمام، بيعادل بعملة بولندا 1700 وهي بالدولار 433 دولار، يعني حاجة كويسة جدا، ومرتب برضو يكفي معاك. كمان في 500 BLN اللي هي بعملة بولندا، هيتم اعطائها ليك عند وصولك لبولندا لأول مرة، يعني زي كده مكافأة ليك أو زي بدل سفر أو حاجة، تمام، هيدوها لك أول ما توصل. وكمان في برضه 500 تانيين هتاخدهم، ودي هتكون كمساعده في الابحاث ودراستك في السنه التانيه، يعني الابحاث اللي حضرتك هتعملها لان المنحه دي مدتها سنتين، السنه التانيه في الابحاث اللي انت هتعملها اللي هو مشروع التخرج بتاعك هتاخد برضه 500 تانيين، تمام. كمان بالاضافه لمميزات المنحه دي انك هتدرس في افضل جامعات العالم وفي دوله قويه، تمام، لان المنحه دي من حكوميه ومشارك فيها جامعات كتير جدا، فانت بالتالي يعني بتخلي لنفسك مكان انك تدرس في جامعات قويه على مستوى العالم. التخصصات بقى المتاحه في المنحه دي طبعا تخصصات كتيره جدا، لان قلنا هي منحه حكوميه وبتشارك فيها جامعات كتير، فمتاح فيها تخصصات كتير جدا مثل الهندسه، العلوم، الزراعه، وتخصصات ادبيه وغيرها من التخصصات، يعني حاجات كتيره جدا وتخصصات كتيره جدا. طيب الاوراق المطلوبه بقى عشان تقدم للفرصه دي، ايه المطلوب من حضرتك؟ الأوراق المطلوبة صورة جواز السفر، تمام، لازم يكون معاك باسبور ده إلزامي. كمان مطلوب منك تحط شهادة التخرج بتاعتك، أو لو حضرتك في آخر سنة من البكالوريوس ممكن تجيب خطاب من الجامعة توضح بموعد تخرجك إن أنت هتتخرج إمتى بالظبط من درجة البكالوريوس، تمام. كمان بالإضافة تجيب كشف درجات بكل المواد اللي أنت درستها، سواء يعني لو أنت حضرتك بتدرس بكالوريوس تجيب كشف درجات بكل المواد اللي أنت درستها سابقا، او لو اتخرجت تجيب كشف كل المواد اللي درستها قبل ما تتخرج، تمام. بالاضافه كمان بركز معايا في النقطه دي، محتاجين شهاده اثبات اللغه الانجليزيه، ولكن الحاجات الكويسه في المنحه دي ان ممكن حضرتك تقدم اي شهاده لغه دوليه، يعني ممكن تقدم ايلتس، ممكن تقدم تويفل، ممكن تقدم شهاده لغه معتمده من كامبريدج مثلا، تمام، من بريتش كونسل مثلا، يعني اي شهاده لغه دوليه ممكن انت تحصل عليها، تمام، من اي مركز معتمد هتكون يعني كافيه جدا. او بقى الاختيار الثاني ان لو حضرتك درست درجه البكالوريوس باللغه الانجليزيه او درست الثانويه العامه او البكالوريا باللغه الانجليزيه فانت حضرتك معفي من تقديم الشهاده، فقط تجيب خطاب
من الجامعة اللي انت درست فيها او المدرسة اللي انت درست فيها، وتوضح انك درست باللغة الانجليزية. تمام؟ طيب كده وضحنا الاوراق المطلوبة. تعالى بقى نتكلم عن كيفية التقديم. كيفية التقديم هيتم التقديم اونلاين بشكل كامل، يعني مش هتحتاج تروح سفارة ولا توثق ورق ولا اي شيء خالص. التقديم كله عبارة عن ابلكيشن هتملاه ويبقى انت كده قدمت للمنحة. اخر ميعاد للتقديم في المنحة دي هو 16 مارس 2020، يعني نقول بالظبط احنا النهاردة 16 فبراير، فاضل شهر بالظبط على انتهاء المنحة دي. وفي ملاحظة جدا يعني في ملاحظة لازم تركز فيها كويس جدا معايا، ان انت حضرتك لازم تتابع الفيديو ده كاملا عشان في تفاصيل كتير جدا هنقولها لسه في الابليكيشن، زي هنذكر الجامعات المتاحة في المنحة دي، هنتكلم عن الدول المتاحة للتقديم وتفاصيل اخرى كتير. فحضرتك لازم تتابع الفيديو كاملا وتابع معايا ابليكيشن التقديم. انا هنا حطيت لكم رابطين، ده الاعلان الرسمي للمنحه وده ابلكيشن التقديم. تعال كده نشوف الاعلان الرسمي، وهو في شكل ملف بي دي اف هيفتح معاك وهتلاقي فيه كل التفاصيل، يعني كل تفاصيل المنحه هتلاقيها في ملف البي دي اف ده. حضرتك بقى بالراحه كده وتبدا تقرا في الملف ده لو عايز تطلع على تفاصيل اكتر. تمام؟ وهنا هتلاقي حضرتك في في الاخر كده بتاع الابلكيشن او الملف ده هتلاقي الدول المتاحه هنا. تمام؟ هنا بيقول لك ايه الدول المتاحه ليها التقديم، الاشخاص اللي من الدول دي متاح ليهم يقدموا. وهتلاقي حضرتك هنا هتلاقي مصر، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، فلسطين، اليمن، هتلاقي دول كتير جدا. تقدر تبص بقى على الدول دي وتشوف دولتك منهم ولا لا. تمام كده، ده بالنسبه للتفاصيل الخاصه بالمنحه. وكل التفاصيل بقى فوق هتلاقيها هنا، من حيث المرتب الشهري، من حيث التمويل، من حيث الشروط، كل حاجه هتلاقيها في الملف ده. طيب خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن كيفيه التقديم. عشان تقدم للمنحه دي انا حاطط لكم لينك التقديم هنا، هتيجي تضغط على حاجه اسمها هنا قدم الان، هيفتح معاك ابلكيشن التقديم. هيفتح معاك الابلكيشن بالشكل ده. تمام؟ اول حاجه بس انت هتعملها من هنا، ان كالعاده في اي منحه احنا بنتكلم عليها ان لازم تعمل كرييت اكونت في الاول. تمام؟ يبقى اولا حضرتك لازم تعمل كرييت اكونت. هنا بيقول لك اكتب الايميل بتاعك والباسورد، ولكن انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل والباسورد، تعمل ايه؟ تروح عند كلمه كرييت اكونت دي من هنا، تمام، وتضغط عليها عشان تعمل مستخدم جديد او تعمل اكونت جديد على موقع المنحه. تمام؟ فدلوقتي هيفتح معايا عشان اعمل اكونت جديد واكتب البيانات بتاعتي. طبعا ممكن الموقع يظهر لكم باللغه البولنديه. تمام؟ فلو حضرتك عايز تغير اللغه ممكن تغير اللغه الانجليزيه، اللغه البولنديه، تقدر تغير اللغه من هنا، تضغط فوق على انجلش مثلا يطلع لك الابلكيشن بالانجلش. هنا بقى بيقول لك اكتب اسمك، اسم العائله، تحط ايميلك، تمام، تحط باسورد، تعمل كريت باسورد جديد، وتعلم على الشروط دي ان انت موافق، وبعد كده تضغط على كلمه ريجستر. تمام؟ يبقى انت كده سجلت. لما حضرتك تضغط على كلمه ريجستر هيجي لك زي لينك تفعيل كده على الايميل الخاص بيك اللي انت كتبته هنا، تضغط على لينك التفعيل ده ويبقى انت كده فعلت الابلكيشن بتاعك. طيب حضرتك دلوقتي فعلت الابلكيشن وعملت كريت اكونت، تعمل ايه؟ ترجع تاني لكلمه لوجن دي هنا وتضغط عليها عشان بقى تكتب الايميل والباسورد اللي انت عملتهم كرييشن وتخش بيهم للابلكيشن. تمام؟ هيظهر معايا دلوقتي البيانات بتاعتي، احط الايميل والباسورد هنا وبعد كده اعمل كلمه لوجن. اول ما تعمل لوجن هيدخلك للصفحه اللي بعد كده اللي هي تكمله الابلكيشن. تمام؟ تظهر معاك بالشكل ده. حضرتك بقى سيبك من اي حاجه هتكون موجوده في الصفحه دي، تيجي عند حاجه اسمها بروجرامز فوق كده وتضغط عليها. تمام؟ هتيجي عند الجزء ده بروجرامز تضغط عليها. طيب لما يظهر معايا البروجرامز هتلاقي كذا برنامج هيظهر لك هنا. بص كده حضرتك معايا، في كذا برنامج هيظهر هنا، لان الموقع ده هو موقع خاص بالحكومه، موقع خاص بالمنحه الحكوميه، فبالتالي في تخصصات وفي فرص كتيره جدا هنا، ولكن احنا عايزين نعمل تارجت على فرصه معينه وهي الفرصه اللي هي لدراسه الماستر. فهتيجي حضرتك عندي لوكاس فيز اللي هي دي بروجرام لوكاس فيز، وتضغط عليها في الاوت فورم انك عايز تملا الفورم اللي هو اخر ميعاد مكتوب 16 مارس زي ما شايفين هنا. تمام كده موضحين كل التفاصيل هنا. هتيجي تضغط على في الاوت فورم، هيطلع معاك الفورم اللي انت المفروض بقى تقدمه او تملاه للمنحه. تمام؟ ده الفورم اللي هيظهر معاك، فورم باللغه الانجليزيه، تتبع بقى فيه الخطوات بالتفصيل وتملا كل البيانات المطلوبه منك. طبعا احب انوه ان اي بيان هيكون محطوط جنبه النجمه دي يعني بيان مطلوب منك ولازم تملاه بشكل الزامي، مش موجود جنبه علامه النجمه دي يبقى ممكن تعمل له سكيب عادي. تمام؟ لو مش عندك اجابه للسؤال الموجود. اول حاجه حضرتك مطلوب منك انك تحط بياناتك، اسمك طبعا هتلاقيه موجود لان اوريدي انت كتبته في الكرييشن، تحط الايميل بتاعك، تحط رقم التليفون بتاعك، رقم الهاتف تحطه.
تمام. هنا الديت اوف بيرث، تاريخ ميلادك، تحطه، الدولة والمكان اللي انت مقيم والمكان اللي انت اتولدت فيه، فازر نيم، اسم والدك، اسم والدتك، تمام. هنا تحط الكانتري اوف سيتيزن شيب، الاقامة بتاعتك. بيقول لك هل انت لديك اقامة ببولندا؟ تقول نو مثلا، تحط رقم الباسبور بتاعك هنا، تحط عنوانك الاصلي هنا، تمام. تختار السفارة بتاعت بلدك او الجهة المسؤولة لبولندا الموجودة في بلدك، تمام، تختارها من هنا. دي بقى معلومات الاتصال، في حالة تعذر الاتصال بيك فوق في البيانات اللي انا حطيناها، تحط اسم شخص هنا تاني وتحط رقم تليفونه والايميل بتاعه، عشان لو المنحة ما قدرتش توصل لك على البيانات اللي اتكتبت فوق، ممكن يتواصلوا مع الشخص ده ويسألوا عنك، او يعني عشان يتواصلوا معاه في حالة اذا ما قدروش يوصلوا بيك. هنا بقى حضرتك بتيجي عند الجزء ده وبتختار التخصص اللي انت عايز تدرسه، او بتكتب التخصص اللي انت عايز تدرسه. ركز بقى معايا في الجزء ده. اول حاجه بتكتب هنا انت عايز تدرس تخصص ايه، يعني مثلا انا عايز هندسه مدنيه، انا عايز مثلا اقتصاد، عايز ايه بالظبط، بختاره من هنا، تمام. وهنا بقى الجامعات اللي المفروض متاحه جوه المنحه دي، يعني بص قائمه الجامعات، كل الجامعات متاحه في المنحه دي، تقدر تختار الجامعه اللي انت عايزها براحتك. طيب قبل حضرتك ما تكتب هنا التخصص، لازم تبص على الجامعات الاول وتشوف انت عايز تختار اي جامعه، لان لما تختار الجامعه انت هتعرف ايه التخصصات اللي جوه الجامعه دي، وبالتالي تقدر تكتب التخصص هنا، تمام. يبقى انت لازم الاول يعني حضرتك ممكن تبحث على جوجل كده، مثلا انا عايز ادرس هندسه مدنيه، ابحث على جوجل وايه الجامعات اللي بيتم تقديم فيها الهندسه المدنيه في بولندا، فبالتالي لما تشوف اسم الجامعه تيجي هنا وتختار اسم الجامعه، تمام، وبعدين تكتب التخصص هنا. هنا حاجة اسمها الـ Area of Knowledge، يعني أنت مثلا عندك خبرة في إيه، تختار التخصص ده، وبتختار إيه التخصصات العلمية اللي أنت ممكن تكون مهتم بيها وبتختارها من هنا، تمام. وهنا بيقول لك لغة الدراسة اللي أنت عايز تدرس بيها، اللغة الإنجليزية ولا اللغة البولندية. طبعا لو بتعرف اللغة البولندية تضغط عليها، ومفيش سنة لغة، يعني عشان في أشخاص ممكن يختاروا اللغة البولندية ويقولوا في سنة لغة تحضيري، مفيش سنة لغة في المنحة دي، تمام. لازم يكون معاك اللغة البولندية أو اللغة الإنجليزية، تختار أنت عايز تدرس بأي لغة. هنا حضرتك بتختار موعد السمستر اللي انت عايز تبدأ فيه، تمام، الشتوي ولا الصيفي. وهنا بتختار بقى خبرتك السابقة التعليمية، بتحط انت درست البكالوريوس فين، في اي دولة انتهيت منه امتى، تحط المعلومات دي كلها هنا. بتكتب طبعا الجي بي اي بتاعك اللي هو الافريج او الدرجة بتاعتك، وبتكتب هنا بقى في الجزء ده بتكتب النولج بتاعتك في اللانجويجز، زي اللغة الانجليزية، معرفتك بيها في السبيش قد ايه، في الرايتنج قد ايه، في الليسننج، هكذا يعني، تمام. وبتقدر بقى تضيف فورين لانجويج هنا، اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه، زي ما انت عايز، وتحط برضو مستواك فيها. بالنسبه للجزء ده، الجزء ده ممكن تعمل له سكيب او تملاه لو عندك خبره فيه. بيقول لك في الجزء ده حاول توضح لنا خبرتك في اي مجال علمي، انت مثلا سافرت بره قبل كده في لبولندا او دوله اخرى غير بولندا، واخدت فيها تدريب، اخدت فيها دراسه، يعني مثلا في اشخاص بيكونوا من مصر وبيدرسوا حاليا في روسيا مثلا، فبالتالي انت لو عندك خبره في دوله بره درست فيها تكتب البيانات بتاعت هنا، لو ما عندكش خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. هنا بقى ركز معايا في الحته دي برضو، لانها مهمه جدا وبرضو من عوامل القبول في المنحه، لازم نركز فيها، وهي البروبوزل اللي هي خطه البحث او مشروع التخرج بتاعك اللي انت ناوي تعمله هناك. فمطلوب منك سؤالين او مقالتين لازم تجاوب عليهم، تمام. بيقول لك تتكلم على البروبوزل، التوبيك اللي انت عايز تعمله او مشروع التخرج بتاعك، وتحدد الخطوات بتاعته. رقم اتنين، تتكلم برضو عن البحث، بس تتكلم عن المشكله اللي انت عايز توجهها في البحث، يعني انت عملت البحث ده ليه، ايه المشكله اللي انت هتتكلم عنها، وتتكلم عن الميثود، الطريقه اللي انت هتستخدمها في البحث ده، هتستخدم مراجع ايه، هتعمل استبيانات مثلا، ايه الاشياء اللي هتتبع فيها البحث ده، تمام. فتقدر تجاوب على المقالتين دول، ومهمين جدا ولازم تهتم بيهم وتجاوب عليهم بشكل صحيح. وهنا تقدر بقى لو عندك مثلا اي اضافات بالنسبه للبحث، تقدر تعمل اتاتشمنت وتضيف هنا، لان الحد الاقصى هو 300 كلمه بس، فلو عندك اضافات تقدر تضيفها هنا وتحط الملف. هنا بقى تحط الوثائق بتاعتك اللي هي المطلوبه منك، مطلوب اول حاجه اللي هو الباسبورت بيج، صفحه الباسبورت تحطها هنا، تعمل اتاتشمنت، تضغط على علامه البلاس دي عشان تختار جواز السفر بتاعك، تمام. طيب هنا بقى الدبلومه بتاعتك بالنسبه لشهاده التخرج بتحطها، تمام. بالنسبه ترجمه شهاده التخرج، يعني هنا حاطين، هنا تحط شهاده التخرج الاصليه، وهنا لو شهاده التخرج عندك باللغه العربيه او اللغه الفرنسيه لازم تعمل لها ترجمه للغه الانجليزيه وتحطها هنا برضو الترجمه بتاعتها. هنا نفس النظام، بتحط كشف الدرجات، تمام، وهنا ترجمه كشف الدرجات، هنا بتحط اثبات اللغه الانجليزيه،
ممكن يكون انت درست مثلا درجة البكالوريوس باللغة الإنجليزية او الثانوية العامة باللغة الإنجليزية، او معاك شهادة لغة تقدر تحطها هنا. تمام. طيب هنا بقى في اخر جزء بقى اللي هو بتأكد او بتعمل كونفيرميشن لكل المعلومات اللي انت كتبتها فوق، بتضغط على علامة صح على كل الاشياء هنا، كل الاشياء دي تضغط عليها علامة صح. بعد كده حضرتك بتختار انت سمعت عن المنحة دي ازاي، بتقول من قناة على اليوتيوب من الفيسبوك، بتختار الطريقة اللي انت سمعت بيها عن المنحة دي. تمام. وبعد كده حضرتك بتيجي في اخر جزء من هنا وبتضغط على كلمة سبميت، يبقى انت كده عملت تسجيل نهائي للمنحة. المنحة سهلة جدا، مش مطلوب فيها تودي ورقك للسفارة او تعمل توثيق للاوراق او اي شيء خالص، انت هتملى الابليكيشن بتاعك اونلاين بشكل كامل وتيجي في الاخر وتضغط على كلمة سبميت، ويبقى انت كده قدمت للمنحة. نرجع تاني ونذكر تفاصيل المنحة دي. رسوم الدراسة كلها مجانا، مرتب 300 433 دولار، 500 BLN اللي هي بعملة بولندا هيتم تسليمها ليك عند وصولك، واخرى برضو 500 تانية يتم تسليمها ليك في حالة الابحاث في السنة التانية. كمان هتدرس في افضل جامعات اوروبا وجامعات قوية جدا على مستوى العالم، يعني منحة ممتازة جدا، فرصة القبول فيها كبيرة ومش متعبة في عملية التقديم. أتمنى لكم التوفيق في المنحة دي، وإن شاء الله بإذن الله بالقبول والنجاح فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.